بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اتفاقية جديدة لبناء شقتين سكنيتين لأسرتين محتاجتين في منطقة مسيلة آل شيخ ومنطقة الصليلة بمحافظة حضرموت. وتأتي هذه الخطوة السخية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشخاص المحتاجين وتوفير المساكن اللائقة لهم، وتعكس أيضاً الروح الإنسانية والرؤية الإنمائية التي تتمتع بها الهيئة في تقديم العون والمساعدة للمجتمعات المحتاجة. وخلال مراسيم التوقيع، أوضح حميد راشد الشامسي مستشار التنمية والتعاون الدولي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة ودعم المشاريع التنموية والخدمية والبنية التحتية بمحافظة حضرموت. من جانبها، أعربت الأسرتان المستفيدتان عن سعادتهما وامتنانهما لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ودولة الإمارات العربية المتحدة على هذه البادرة الكريمة، وأكدتا أن هذه الشقق السكنية ستكون فرصة حقيقية لهما لبدء حياة جديدة وتحقيق الاستقرار العائلي. طبعا تم توقيع اتفاقية بناء شقتين سكنيتين في تريم وسيئون. هذه الشقق تخدم أسر محتاجة ومعوزة، وهذا يعطي منطلق من دعم دولة الإمارات للناس المحتاجة والمعوزة لهذا المساكن، ومساعدة منهم من هيئة الهلال الأحمر لتنفيذ هذا المشروع. والمشروع إن شاء الله راح يعني يجهز خلال فترة زمنية 4 شهور.